نتابع معكم مشاهدين الآن هذا الخبر الذي تابعناه قبل قليل، حيث قال مصدر باللجنة الأولمبية ورئيس البعثة المصرية إنه تم التحقيق مع أحد لاعبي منتخب المصارعة بالأولمبياد في واقعة اتهامه بالتحرش. وأشار المصدر إلى أن اللاعب بعد انتهاء مشاركته في المباريات اختفى وخرج من المعسكر بدون إخطار، كما تم تحويل اللاعب للجنة القيم وفي الطريق لشطبه.